مصر عام 1978 لقب درامي في دولاب بطولات الأهلي. كثيرا ما يحقق الأهلي بطولات بشكل درامي طوال تاريخه المليء بالألقاب والإنجازات. لعل لقب بطولة كأس مصر عام 1978 تعد واحدة من أهم السيناريوهات الدرامية التي عاشها الأهلي وجماهيره العريقة قبل اقتناص بطولة جديدة تضاف لدولابه العامر بالألقاب. موسم صعب عاشه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في وقتها بعد خسارة لقب الدوري العام لصالح الزمالك، خاصة وأن ضياع اللقب جاء بهدف اعتباري لتطالب الجماهير الأهلوية اللاعبين بتعويضهم ببطولة كأس مصر، خاصة وأن البطولة العريقة كانت غائبة عن دولاب البطولات للفريق الأحمر منذ قرابة 18 عاما في وقتها، وبالتالي أصبح الفوز بها مطلبا جماهيري. الإثارة أن المباراة النهائية كانت أمام الزمالك الذي تعد مواجهته بطولة خاصة في حد ذاتها، وبالتالي أصبح الفوز باللقب أمرا ضروريا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وذلك لتحقيق الفوز بلقب جديد يضاف لدولاب البطولات ويعوض الجماهير عن خسارة الدوري الموجعة في وقتها، وأخيرا تأكيد التفوق في المواجهات المباشرة أمام الغريم التقليدي الزمالك. الدهية هيدي كوتي كان مدربا للأهلي حينها، كان يملك جيلا من الأفذاذ في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، مصطفى عبده، طاهر الشيخ وغيرهم من اللاعبين الذين كتبوا تاريخ الأهلي بأحرف من نور. المباراة كانت بالغة الصعوبة على الفريقين، كان الخطيب وطاهر الشيخ يعانون من الإصابة لم يبدأ اللقاء. المباراة بدأت بهدف أهلاوي بعد 25 دقيقة عن طريق مصطفى عبده بعد تلقيه عرضية وهو داخل منطقة الجزاء وضعها في الشباك بامتياز. الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول أخطأ ثابت البطل رحمة الله عليه في التقاط الكرة، حيث حاول خداع طه بصري ولمس الكرة خارج المنطقة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة سجل منها بصري نفسه هدف التعادل للزمالك. خلال فترة الاستراحة بكى عاشق الأهلي هيدي كوتي، قال للخطيب بلغة عربية مكسرة: هنتغلب يا بيبو. فرح هيدي كوتي فرحة غامرة عندما عرض بيبو والشيخ أن يشارك في اللقاء. لم يستمع هيدي كوتي إليهما في البداية. في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 56 انطلق علي خليل، انفرد بالبطل، أحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى الأهلي. هنا قرر هيدي كوتي التدخل والاستجابة لرغبة الثنائي بيبو والشيخ ودفع بهما، لينجح الأسطورة بيبو وهو مصاب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 30. وبعد مرور 5 دقائق انطلق شطة من الجبهة اليسرى، رفع كرة عرضية لم يستطع دفاع الزمالك التعامل معها، ذهبت إلى جمال عبد الحميد ليحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر لتصبح النتيجة 3-2. حاول بعدها الزمالك إدراك التعادل لكن دفاعات الأهلي كانت بالمرصاد. ثم جاء دور طاهر الشيخ الذي كافأ مدربه بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في شباك الزمالك وسط جنون المشجعين باستاد القاهرة، ليحقق الأهلي بطولة درامية جاءت بجهد وعرق أبنائه وحرصهم على الفوز واقتناص البطولات مهما تكون الصعوبات والتحديات.